قبل دراسة خصائص الـpH ودرجة الحرارة نتناول خاصية هامة جدا قبل ذلك، وهي تأثير تركيز دراسة تأثير تركيز مادة التفاعل للسوبستخا S على سرعة النشاط الإنزيمي. لهذا الغرض نجري سلسلة من خمس تجارب نضع فيها الجلوكوز مع الإنزيم في تراكيز مختلفة من الجلوكوز حقن الجي او. اذا نورمالمون نرسمو كل المنحنيات في التراكيز الاولى الضعيفة جدا، لاحظ 1 ثم 10 ثم 70 ثم 300 و600. هذه الأعداد هي التراكيز التي استعملت لمادة التفاعل، واستنادا إلى هذه التراكيز ندرس تغيرات تركيز الأو2 وتأثير الجي أو في هذه التراكيز. النتائج المحصلة عليها موضحة في هذا المنحنى. من جهة أخرى لدينا هذا الجدول الذي يدرس تغيرات السرعة الابتدائية لفيتاس إنيسيال النشاط الإنزيمي بدلالة تركيز مادة التفاعل، حيث تتزايد هذه السرعة بتزايد التركيز إلى أن تصل إلى قيمتين 300 و600، تبقى ثابتة. إذا أضفنا تركيز آخر أعلى من هذا سنجد مثلا 800، تركيز 800 أعلى، يبقى دائما تبقى السرعة الابتدائية على حالها. نحلل هذا المنحنى ونستنتج فرضية ثم نؤكدها برسم المنحنى. في التراكيز الضعيفة لاحظ مليح لمادة التفاعل الجلوكوز يتناقص كمية الأكسجين تتناقص ببطء، بينما في التركيز 70 تزداد شدة التناقص، ثم في التركيز 300 و600 تصل إلى حد أعظم وتثبت رغم تزايد تركيز مادة التفاعل. ماذا حدث؟ سوف نتأكد من ذلك برسم المنحنى، هل سنتحصل على نفس النتائج أم لا. نرسم المنحنى اللي هو تغيرات سرعة التفاعل بدلالة التركيز. إذا دائما بدلالة التركيز، التركيز يجي من أسفل وهنا السرعة الابتدائية. فيتاس إنيسيال تاع الإنزيم لدينا السرعة 3.6، نأخذ 3.6 كوحدة، 3.6 كوحدة ونضربها في 10 جينا 36، 3.6 لتسهيل الرسم، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنا عندنا 36 هي النقطة، 9.6 ا ببري 3 3.6 مجبري بار 2 صافي 7.2 دونك 7.2 هنايا وهذه 10 كيلك غادي تجينا هنا تقريبا هذه 9.8 هي 3.6 مضروبة في 8. إذا 3.6 واحد زوج 3 4 5 6 7 8، هنا يجينا 28.8، بقيت لنا 34.8 وهنا عندي 36، دونك 28.8 نزيد لها 3.6 تجيني
33.4 راهي هنا ا ببري 34.8 فوالا. تركيز عندنا 1 10 70 300 600 800. إذا كان عندي 600 مثلا هنا تكون نديرو 100 رص تقريبي يمكنك أن تنجزه أنت على ورقة الورقة المليمترية تكون النتائج أوضح من هذه 100 200 300 400 500 600. القيمة 800 هذه أنا أضفتها. إذا عندنا 300 عندنا 600 وعندنا 70 دونك 50 هذه 50 70 تكون تقريبا هنا وعندنا 10 وعندنا الان غادي نجيبوه مباشرة هنا وهذه هي 10. اذا ننجز الرسم البياني لو ان مع 3.6 النقطة الاولى للمنحنى لو 10 مع 9.6 9.8 10. النقطة الثانية للمنحنى 28.8 مع 70 28.8 70 34.4 مع بقية القيم 300 ثم تثبت شكل المنحنى يكون كالتالي بالضبط. نحاول الآن تحليل هذا المنحنى وتفسيره وماذا نستنتج. إذا يمثل المنحنى إذا كما قلنا دائما يمثل المنحنى تغيرات السرعة الابتدائية لإنزيم الجي أو بدلالة تركيز الجلوكوز في درجة حرارة 37 و pH إيكال 7 في التراكيز المنخفضة التي لم تتعدى 300 يكون هناك تناسب طردي أي بزيادة التركيز تزداد السرعة إلى هذا الحد يكون تناسب طردي إلى هذا الحد هنا تناسب طردي نستطيع كتابة هذا تناسب طردي. ما معنى تناسب طردي؟ كلما زاد التركيز تزداد السرعة الابتدائية للإنزيم ولكن ابتداء من 300 فما فوق تراكيز عالية جدا لمادة التفاعل في هذه التراكيز نلاحظ أن السرعة الابتدائية للإنزيم تثبت رغم تزايد التركيز ماذا نستنتج؟ استنتاج هو أن الإنزيم يصل إلى نشاطه في تركيز معين لمادة التفاعل يكون هناك تناسب طردي ولكن ليس مطلق يصل إلى حد معين هذا الحد هو الذي سنقترح فيه فرضية معينة ربما هناك تركيز معين تتشبع فيه الأنزيمات تصبح لا تستطيع تثبيت مثلا الجلوكوز. إذا التفسير في التراكيز التي تقل عن 300 يكون استهلاك مستمر في التراكيز التي تقل انتبه جيدا عن 300 وليس شرط 300 في هذه التجربة يكون 300
في التراكيز التي تقل عن 300 نلاحظ تناسب طردي بين بين السرعة وتركيز مادة التفاعل. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، بعد التركيز 300 لاحظ مليح ماذا سأكتب؟ تثبت السرعة. رغم، أؤكد على رغم، رغم تزايد التركيز. إذن تثبت السرعة رغم تزايد التركيز، أي أن النشاط موجود، النشاط موجود، النشاط الأنزيمي موجود 34.8 لا يتناقص، بما أن النشاط موجود إذن الأنزيم يعمل، ولكن يعمل في شروط معينة. ما هي هذه الشروط؟ هي الفرضية التي سنقترحها الآن. إذن بعد التركيز 600 تثبت السرعة رغم تزايد التركيز. الفرضية ربما يصل النشاط الأنزيمي إلى أقصاه عندما يتشبع الأنزيم. ما معنى يتشبع الأنزيم؟ يتشبع الأنزيم أي لا يستطيع إدخال أو تثبيت أي كمية أخرى من المادة اللي هي المادة السبستغا الجلوكوز، وبالتالي يثبت الجلوكوز يحوله إلى حمض الجلوكونيك ثم يستقبل مادة أخرى أو جزيئات أخرى وهكذا، لأنه لو لم يحدث هذا لا المنحنى تاع السرعة لتناقص وتحول إلى الصفر، ولكن بما أن السرعة موجودة 34.8 يعني تبقى أعظمية، معنى بقاؤها أعظمية يعني أن النشاط الأنزيمي ما زال مستمرا وفي درجة قصوى. هذه الفرضية سنثبتها إلى أقصى بتشبع الأنزيم. ما معنى تشبع الأنزيم؟ أي يعمل حسب طاقة استيعابه. سوف ندرس هذه الطاقة الاستيعاب فيما يلي. إذا اعتبرنا الأنزيم جزيئة بروتينية كشفنا عليه في الدروس الماضية، كل بروتين له بنية فراغية مميزة. هذه البنية مثلا أنزيم الجي أو، ليكون أنزيم الجي أو لابد أن يكون الجلوكوز له هذه البنية، هذا الجلوكوز، لاحظ معي جيدا، الجلوكوز لابد عليه أن يتثبت في هذا الموقع، لذلك لابد أن يكون النشاط كالتالي. نرسم هنا الجلوكوز مثبت يشكل معه معقد أنزيمي. عندما تمتلئ هذه الفراغات، لا يستطيع هذا الأنزيم الجيء أن يستقبل جزيئات أخرى، هذا ما سنراه في الحصة القادمة إن شاء الله.